سيدتي سادتي محبينا ومتابعينا على قناة اليوتيوب شوبير ديزاد وعلى صفحة الفيسبوك شوبير عين تادلس، معنا الأخ والزميل والمحلل والناقد الرياضي ابن مدينة عين تادلس أحمد شوبير في حصتنا كل رياضات. أولا مرحبا بك. السلام عليكم، السلام على الجماعة اللي معنا هنايا والناس اللي تشاهد فينا داخل الوطن شكرا وخارج الوطن، الناس كما يقول لك الناس الغربة. فاني شكرا لك زميلي أحمد شوبير. موضوع اليوم خصصناه حول حول بوهنيكا من جهة، ومن الجهة الثانية حول المراجلة الاتحادية الفرنسية بارنيس الذي عانى معه اللاعبين المحترفين هناك، عانوا معه الويلات، وعلى ذكرهم سمير ناصري وكمال مريم والعديد من ذلك، حيث أن رأينا كما نرى أيضا رضوان بوهنيكا الذي يخطو خطى هذا المناجر الذي كان يعمل كصحفي هو أيضا، ويعتبر الناطق الرسمي للاتحادية الفرنسية أيضا. ولكن رضوان بوهنيكا عكس بارنيس الذي يود تحطيم الكرة الجزائرية من خلال عدم جلب اللاعب المحترف هناك، فما هو تعليقك زميلي احمد شوبير؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حنايا كما يقول لك هذا بارنيس يحوس على اي موهبه جزائريه اللي تكون صاعده، يحوس هو كما نقول حنايا كي يشوف موهبه جزائريه يروح عند والدين ذاك اللعاب، فهمني؟ اقناع والديه، يقول لهم انا نتكلف به، انا نوصلو، انا نطلعو لكم، انا كلش. يقول لهم انا نوصلو، انا من بصح كي يوصل المرتبه يحوس، يا يدي معاه الدراهم، يحوس يدي معاه الدراهم ويولي هو يقيدي فيه. كيما يقول لك الا ما بغاش يمشي معاه يحطمه، كيما حطم كريم بن مريم. كمال مريم، كمال مريم هو اللي حطمه، هو اللي حطم بنزيما في الفريق الفرنسي، هو اللي حطم ناصري في الفريق الفرنسي. خاص ناصري كنت تبقى تشوف ما دار والو، شكون اللي حطمو هذا بارنيس حوس بيحطم. مع العلم مع العلم ان ديشون هناك من ديشون قد يسد على كريم بنزيما. خليناك عيط له ما عيطلوش، غادي نفهم لك انا راني نقول لك خاطر كريم بنزيما وبعيده من وبعيده بسبب قضيه هناك، قضيه تاع بومبوينا بومبوينا نعم تاع الفيديو تاع منا، واسمح لي تشوف تاع الفيديو كلش. بغاو يحطموا كريم بنزيما بغاو يحطموا حتى في الريال، لولا كيما يقول لك المدرب زيدان هو اللي عطاه، زاد عطاه الفرصه، عطاه الثقه وعطاه الفرصه وامن في القدرات تاعو. بغاو يحطمو خاطر لعاب كبير، بغاو يحط اللي يلعب في الريال لعاب كبير، بغاو يحطمو في ليكيب فرونس وهي قضيه، اسمح لي، زيدان رفع معنويات، هي قضيه مدروسه. الجزائري ما يزيدش يمثل الفريق الفرنسي في محافل يلعبوا به. انا راني نوجه هذا النداء للاعبين الجزائري اللي في فرنسا، يلعبوا بكم كاليفيكاسيون، يدوكم للهود، يدوكم منا بصح كي تولي في الكوب دي موند والكوب دوروب راكم شتو واش تصرا، ما داو تا واحد من نظهروا من زيدان. الموند كامل يعرف زيدان جاب كوب دي موند لفرنسا، الموند كامل يعرف بلي زيدان جاب كوب دوروب لفرنسا، والعالم كله يعلم ان زيدان ذو اصول جزائريه، والعالم كاع يعرفوا بلي زيدان الاصل تاعو جزائري. منها ما خلاوش اللعاب الجزائري يزيد يبان في المحافل الدوليه في فرنسا. عبد القادر غزال مع اخوه رشيد غزال في ليون، يعرف لا غازيت بلي يخلص 500,000 اورو، يعرف بومبوينا بلي يخلص 500,000 اورو، يا وغازل رشيد غازل يخلص 21,000 اورو. دوموندا غازل يعرف هذا بارنيس، يعرفه اخبر، يعرفه زعما يعرفه، يعرف كاع الخبايا تاعو كي دايرين، يعرفه يبغي بزنس باللعابه، يبغي هو هذا شو هذا بارنيس هو اللي دخل بيرنان طابي للحبس، وهو اللي باع البارتية مارسي مع وقيلة مع الأخرى كيسموها سانتيتيا، هو اللي خدم اللعابة تاع سانتيتيا ما تاع مارسي، هو اللي خدم ودار دار 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 البومبا، هو اللي دارها
برنام طابي، حطم برنام طابي، خاطش برنام طابي في العهدة تاعو جاب كوب دورو بالمارسي، جاب كوب دورو بالمارسي، أما لا هو يحوس يحطمه، حطمه بطريقة غير مباشرة. حنا نوجهو النداء تاعنا للجالية الجزائرية، الناس اللي راهم في الغربة، باللي هذا بارناس بارناس يخدم، يحوس كي يسيب موهبة جزائرية طالعة، يروح يتكلم مع والديهم. حنا نوجهو النداء، وهذا النداء رانا نوجهو لكم، عطاونا مسائل كبار باش نوجهو لكم النداء، باللي هذا بارناس ما تخلوش، مين يجي باين يقصي معاكم مع ولادكم، ما تخلوش يتعامل مع ولادكم. لأن الهدف منه هو تحطيم الهدف منه الجزائرية. يحوس يقضب ذاك اللعاب، يوصله يقعد يدي معاه دراهم كيما راه يدي مع ديشون، راه يدي مع ديشون، راه يدي مع بزاف لعابة، وحطم بزاف لعابة جزائريين رانا ذكرناهم. أما لا، النداء تاعنا نوجهوه الوالدين تاع اللعابه اللي يلعبوا في يتكونوا في ليزيكول تاع فرنسا. اما هذا فارناس كي يجي يطيح عندك، عرب اللي بيحطم لك ولدك، ولا يدي معاه دراهم ما يخليش يبان. هذه هي، وحنا يا هذا النداء تاعنا نوجهوا فيه. تود ان تقول من خلال كلامك ان اخ رشيد غزال، اللي هو عبد القادر غزال، لاعب السابق في المنتخب الوطني، يعرفه مليح، يعرف خبايا بارناس، يعرفه مليح. يا قال لهم يا طاطو، هو شا قال لهم عبد القادر غزال شا هدر مع البريزيدو، قالوا يا تعطيهم تعطيه رتبه عاليه على لاكازيت وباربوينا، ولا عطيهم ولا عطيه كيف كيف كاع سومه واحده، خاطش على مستوى كيف كيف ولا خير منهم، غزال خير منهم في ليون، على ديك يحوس على خوه، هو ماذا به خوه يخرج، وان شاء الله بربي قلت لكم نشوفوا عبد رشيد غزال في فريق كبير ان شاء الله بربي في فيبري، تشوف في فيبري نشوفوا غزال في فريق كبير وعقله على الهضره عشان نهضر. وهذا اخر محل اهتمام عده انديه اوروبيه كبيره. واه واه، نعاودوا نولوا المسيو بوحنيكا. مسيو بوحنيكا كان كيما هذا بارناس، كان صحفي. مسيو بوحنيكا كان صحفي هاوي، يجري مور جوارة في السطاد، كان يجري. وما احنا ما نذكروش الجريده اللي كان فيها نهار الاول، الجريدة اللي كان فيها نهار الأول ما نذكروهاش، حنا على بالنا بوحنيكا، أنا على بالي الجريدة اللي كنت فيها نهار الأول، الجريدة اللي كنت فيها نهار الأول أنا على بالي، راهي حبست ديك الجريدة. أول جريدة عاملها. أنا على بالي، صحيح، أنا على بالي الجريدة اللي كان فيها نهار الأول، هو على باله وأنا على بالي، هو أنت بوحنيكا راه على بالك الجريدة اللي كنت فيها اللي خدمت فيها نهار الأول، وأنا راه على بالي الجريدة اللي خدمت فيها نهار الأول، لا. نتكلم على حين يحن الوقت. ايوا نهضروا في وقتها ان شاء الله بربي، ونعرف روحي وين غادي نهدرها معك، نهار اللي نتلاقى معك نعرف روحي وين نهدرها. هذا بوحنيكا، هذا سي بوحنيكا راه يحوس يخدم كيما ذا بار، راه كيما يقول لك راه متاثر بهذا بارناس الدراهم اللي دايرهم، مثل اعلى المثل الاعلى تاعه، يحوس يكسب لاعبين. وين راح مسيو بوحنيكا؟ مفكر الشعب الجزائري. حنا نشوف، حنا رانا نحضروا، حنا هاد الناس ما يجوش يغلطونا يقولوا لنا الانحراف، الرشوه، لي بريزيدون، من احنا من هذه الحصه اللي راه دايره هو، راه يدير بها معارف مع لي بريزيدون، راه يدير معارف مع اللعابه، لا نعرفوا كلش، لعابه اللي عيط لهم راهم قالوا لي كاين لعابه اللي عيط لهم، راني جمعت معاهم وقالوا بلي قالوا معطوني نوامر تليفونات، كاش بريزيدو خاصو لعاب ولا نديك لذاك الفريق تلعب، وهاش عندي معاك، هاش تعطيني هاش تعطيني. حنا راه على بالنا، انا راه على بالي ونهدر، هذا خاطر نهدر نورمال، خاطر قال لك كاين مور الحبس، كاين الحبس وكاين موراه كاين الموت، ما كاين حتى حاجه موراه، هذه هي، كاين الحبس وكاين الموت، كاين زوج صوالح، الحبس والموت في الدنيا. اما لا، يا يتكلم مع اللعابه، نزيدو نفكروا ناس. بوحنيكا راح حتى العنكابو في تونس دار معاه انترفيو باش يدير معرفه مع لي بريزيدون. بوحنيكا راح حتى لقطر، مؤتمر تاع الصحافه راح حتى لقطر، مؤتمر تاع الصحافه ذا الخطر راح حتى لقطر باش يدير معرفه مع لي بريزيدون في قطر بالتليفون، جاب بزاف نوامر تاع لي بريزيدون تاع لي ديريجون، مشيت لي بريزيدون ما يلحقش يهضر معاهم، مع لي ديريجون مع لي ماناجير
راح جاب نوامر مع لي ماناجر في تونس، عنده نوامر تاع لي ماناجر، هنا هو يخدم ماناجر بالحصه تاعو، يستعمل الحصه تاع تاع الرياضه في ما في تمام في مصالح شخصيه ليه هو. جيب لعابه يعيط له واحد نبينك، اروح نبينك يدي عليه الايميل وغدوه ان شاء الله تسيبو يلعب في فريق كبير. كيما خدموا مع لي زونترينور، جابوا لي زونترينور وداوهم لي زيكيب، جابوا عجالي نهار هذاك عجادي ولا ماك سمو، جابوا عجاني جابوا عجالي. كان يلعب كان تاع النهد، كان يلعب في النهد هذاك بكري. نهار لي اسمع طردت حمدي هو جابوه، ما قلبتلوش داوه داوه بجايه. سطيف عمراني حبس، هذه تعب المكشوف نهار الخميس جابوا، جابوا سنجاق، جابوا سنجاق، فهمني؟ شوف شوف النظره وين رايحه. ناس هما اللي يخسروا في الفوتبال، تسبوا بزاف في مهازل كره القدم. كيما نهار الخميس يهدر كشفوا هنا يا بني. قلت وانا راني في سيمانه راني نحذر في انصار تاع مولوديه وهران وانصار تاع اللايسو، حذاري حذاري من هذه الصحافه، من هذا خاصه القناه تاع الهداب. شتا قال لهم راح يجبد في الجرح، قالوا لا، قالوا تاع المولوديه غايدتهم على زاوي، خد زاوي كان في كان في ليكيب ناسيونال، وسعدان ارسل زاوي للشلف في طو يلعب كونت المولوديه باش المولوديه طيح، عرفت وين يضربها؟ ومن بعد يقول لك نتمنى ان شاء الله ما كان والو، تحيي في الجرح. الناس نسيت هذه الهضره، كاين اللي كان عنده 10 سنين دروك عنده 16 عام ما يعرفهاش، انت علاش تهدر فيها؟ كان اللي كانت عنده 11 عام عنده 18 عام ما يعرفهاش، انت راك تهدر فيها. وقلنا باللي صايك فاتت صايك، والمولوديه كون ربحت في هنايا بجاية، عين عقل المولوديه داروا دو دو هنايا في وهران، كون ربحت الماتش تاعها كانت تروح تدي ليميني للشلف وما طيحش. مولوديه رانا نعاودوا بها، المسائل اللي كانوا فيها في ذاك الوقت هما اللي طيحوها وحصلوا في شلف. ناس كاين اللي ما يعرفوهاش هذه، حنا رانا نهضروها خاطش على رانا نحوسوا على المصلحه تاع الفريق. اسمح لي العيد خويا، رانا نحوسوا على المصلحه تاع الشعب تاع الجزائري، يبقى خاوه خاوه.